سيمبوزيوم أي منتدى إن صح التعبير، مهم جدا. أنتم كمركز في قطر وكدولة عربية، من أين يأتي اهتمامكم بهذا الجانب، أي مكافحة الفساد أو الدعوة إلى ضرورة تكريس الأمن الرياضي في العالم العربي؟ هل لديكم مخاوف من أن ربما ما جرى في دول مثل إيطاليا وهذا الفساد وهذه الفضائح التي نسمع فيها في عالم الرياضة بهذا الملتقى تريدون أن تستبقون أيضا الظاهرة حتى لا تنتقل إلى العالم العربي؟ بالتأكيد، أولا فكرة المنتدى هي فكرة المركز الدولي للأمن الرياضي بالشراكة مع جامعة السوربون والدعم اليونسكو، ولأول مرة يعقد منتدى بهذا الحجم بحضور المنظمات الدولية، وهذه رسالة قوية للعالم بكون المركز دورة عالمي. فيما يخص الوطن العربي، للأسف الوطن العربي من السهل جدا أن يتم التلاعب بنتائج مبارياته، في أسباب أنه ضعف التشريعات، التعاون بين الدول العربية، ففي مخاوف كبيرة أن يحدث تلاعب نتائج مباريات في الوطن العربي. أستاذ محمد، الآن هذا السيمبوزيوم أو المنتدى في عاصمة عالمية مثل باريس وبهذا الحضور وهذا الزخم الدولي والظهور أو تميز المركز الدولي في الدوحة لمكافحة الفساد أو المسمى بالأمن الرياضي، إلى أي مدى يمكن الآن انطلاقا من هذا من نتائج هذا السيمبوزيوم في باريس أن تفرضوا أو على الأقل أن تسنوا أو تطبقوا تشريعات تحمي ليس فقط العالم العربي وإنما العالم أو الرياضة حتى تبقى نظيفة من مثل هكذا تلاعبات؟ طبعا احنا لا زلنا في بداية الطريق، والمسألة معقدة جدا. لأكون واضح معك، مسألة تلاعب نتائج مباريات هي تدخل فيها الجريمة المنظمة وغسيل الأموال، وسهولة كذلك من خلال استخدام الإنترنت والتكنولوجيا الحديثة. التشريعات يوجد ضعف في التشريعات على المستوى الدولي، لا يوجد ميثاق دولي يحارب ظاهرة تلاعب نتائج المباريات. فنعمل أن من خلال المنتدى هذا أن نتوصل إلى توافق دولي لوضع تشريع أو ميثاق دولي. يقول البعض بأن السرطان الذي يتهدد عالم الرياضة ونظافة الرياضة هو هذا التلاعب وهذا الفساد، إلى أي مدى لاحظتم كمركز كشخصية في هذا المركز استعداد مثلا الاتحادات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي مثل الكاف الاتحاد الإفريقي وأيضا مثلا مؤسسات رسمية حكومية دول، لأن هناك يقول توجد لديكم رغبة وإرادة ولكن هناك غياب الإرادة السياسية لدى البعض الذي لا يريد أن يفتح أبواب جهنم على عالم يعرف جيدا بأنه مخترق بالفساد؟ هو للأسف أن الحكومات لا تقدم الدعم الكافي، والاتحادات الدولية الرياضية لديها مشكلتين. المشكلة الأولى، بعض الاتحادات الدولية ليست غنية ولا عندها الموارد المالية الكافية لتقوم بالوقاية والتدريب والأبحاث في هذا المجال وكذلك التحقيقات. في اتحاد دولي قام بتحقيق اللي هو اتحاد الكريكت في قضية واحدة كلفته تقريبا مليونين دولار في قضية واحدة لإثبات لاعبين من باكستان ودينوا بهذا الخصوص. الإشكالية الأخرى أن بعض الاتحادات الدولية الرياضية لحماية اللعبة ولحماية سمعة اللعبة والرياضة وحقوق النقل فلا يظهرون أن توجد لديهم مشكلة، لكن المشكلة موجودة والحلول إن شاء الله موجودة. سؤالي الأخير أستاذ محمد، وأتركك تنبري إلى مواعيدك السياسية والدبلوماسية والرياضية. سؤال أخير، يبدو للمشاهد أو المستمع من بعيد أن فقط رياضة أو رياضتين يعني استشرى فيهم أو بداية استشراء هذا الفساد والتلاعب بالنتائج. هل كل الرياضات مثلا في منأى من الفساد أم فعلا هناك رياضات لأنها تتعلق مثلا بما يسمى يعني الرهان الرياضي ودخول المال في الكسب في النتائج الرياضية؟ طبعا بحكم كرة القدم هي أكثر شعبية، فهي 80% من المراهنات والمراهنات غير شرعية تتم في كرة القدم،
هذا لا يعني أن الرياضات الأخرى لا يتم فيها مراهنات، لأن المراهنات لا ننسى أنها في شعوب هي ثقافة بالنسبة لها، فتراهن على كل حاجة. فجميع الألعاب الرياضية وجميع الدوريات على مستوى العالم تتم المراهنات فيها، وتتم تلعب بعض المباريات يتم التلاعب بنتائج المباريات فيها. هل يمكن القول بأن مركزكم يشبه إلى حد ما، اسمح لي التشبيه، إلى يعني الشرطة الدولية؟ هو مركزنا هو مزيج ما بين، وهذا يجعل المركز الدولي فريد من نوعه في العالم، هو مزيج ما بين الشرطة الدولية وما بين الاتحادات الدولية الرياضية، فهو نقطة الوصل ما بين جميع الاتحادات الدولية الرياضية والشرطة الدولية والحكومات. أستاذ محمد، نتمنى لكم منتدى ناجح، وإن شاء الله نلقاكم قريبا على الجزيرة. شكرا جزيلا. شكرا.